اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم استر عيوب المسلمين واستر عورات المسلمين، وفرج الكرب عنهم يا رب العالمين، وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم، وافتح لنا ولهم وبنا وبهم وعلينا وعليهم ولنا ولهم يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. بسم الله الرحمن. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في أول باب كرامات الأولياء. باب كرامات الأولياء باب طويل نسبيا، ثم بعده باب رؤيا القوم ومناماتهم، ثم ينتهي الكتاب والحمد لله رب العالمين. من لم يحضر باقي الكتاب كأنه حضر، لأنه باقي الكتاب تحصيل الحصر، ليس فيه شرح كثير وليست فيه أمور غامضة، مجرد سرد لبعض قصص الكرامات وغير ذلك. فالحمد لله الذي أعاننا على الانتهاء تقريبا من الكتاب بهذه الصورة، لأن البابين يعني هذان البابان يمكن قراءتهم منفرد، لكن على أي حال حتى نأخذ ثواب إتمام العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الإنسان أن يتم عمله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الإتمام كما يسرنا للبدء، وأن يجعله في صحيفة حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. الكرامة، الكرامة هو أمر ممكن خارق للعادة. ممكن يعني إيه ممكن؟ يعني ممكن عند المناطقة، عند علماء الأصول الممكن هو كل شيء غير مستحيل أو غير واجب، يعني يحتمل الطرفين، ده عند المناطقة، يعني يحتمل العقل وجوده وعدمه، لكن الأشياء التي لا بد أن تكون موجودة لا يحتمل العقل غيابها أصلا لابد تبقى يسموها واجب عقلي، والأشياء التي لا يتحمل العقل أو يتصور العقل ثبوتها أصلا يسموها مستحيل عقل. أما الممكن هو الذي يستوي الطرفين، يعني أي واحد ممكن يصدق ممكن أو ممكن لا. يعني واحد يقول لك أنا رحت في جزيرة من الجزر لقيت جبل كله ذهب، والرمل اللي عندهم ده عبارة عن ياقوت ومرجان، تقول يا سلام تبارك الله، حاجة عجيبة، عجيبة لأنها مش معتادة لكنها ممكن عقل، ممكن عقل. ويقول كمان وأنا بتمشى في البلد دي لقيت النهر بتاعهم ماشي عسل نحل، الله نهر عسل نحل، يقول لك يا أخي حاجة غريبة تبارك الله، تقول له ما شاء الله، العقل لا يحيل ذلك لأنه ممكن، ممكن أو ممكن لا. ممكن يقول لك أنا لقيت المية اللي عندهم لونها بنفسجي، وأنتوا ليه المية اللي عندكم لونها شفاف، تقول لي سبحان الله حاجة عجيبة، عجيبة لكنها مش مستحيلة عقلا، ممكن يبقى ايه، يبقى الممكن العقلي يكون غير عادي لكنه ممكن عقلي، لكن الناس ما اعتادوش يشوفوه، يسموه كرامة. يعني ايه؟ انت تزرع نخلة، علشان النخلة تطرح عايزة 7 سنين 6 سنين، يوم ما تعجل تبقى 6 سنين كويس، لكن اما يجي واحد يزرع نخلة تطرح بعد شهرين، او ده ممكن عقلي لكنه ما بيقعش في العادة، ده يبقى كرامة. فهمت ازاي؟ يبقى الكرامة ده شيء ممكن عقلي غير معتاد الحدوث، يسموه خارق للعادة. خارق للعادة يعني ايه؟ زي النار، النار طبيعتها ربنا خلقها بيخلق الاحراق مع ممسكة، اول ما تمس النار يحصل احراق كويس، دي العادة كده، مش من النار هي اللي تحرق، الله يخلق الاحراق عند ممسكة، ده اعتقاد اهل السنة، لان النار ليست فاعلة بذاتها ولا شيء فاعل الا الله، العادة ان النار اي شيء يمسها يحترق كويس. يوم ربك يخرق العادة مع سيدنا ابراهيم يقول لها كوني بردا وسلام، فتبقى برد وسلام، ممكن عقلا ان النار ما تحرقش، لكنها عجيبة، ممكن الانسان يعيش عمره كله ما يشوفش الحكاية دي، مش كده برضو؟ يبقى ادي معنى ان الكرامة او المعجزة هو امر ممكن عقلي من حيث العقل لكنه خارق للعادة، يعني لا يحدث عادة. فهمت بقى؟ ادي معنى، لكن لا هو واجب الحدوث ولا هو مستحيل العقلي،
لكن في حاجة اسمها مستحيل عادي، يبقى ممكن تسميها المستحيل العادي. المستحيل العادي غير المستحيل العقل. المستحيل العادي هو الذي لا يقع في العادي لكنه ممكن عقلا لكن لا يقع في العادي. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه اللي هم الناس العوام يقول لك يا ده شيء مستحيل، لكن المصريين يقول لك المصريين ما يعرفوش المستحيل. مش كده ساعات يقولوا كده؟ السياسة، القيادة السياسية الثورجية بمناسبة ان الثورة بكرة، كان يقول لك المصريين ما تعرفش المستحيل، يعني المستحيل العادي مش المستحيل العقلي. فهمت ازاي؟ لان هم يقول لك احنا اللي بندهن الهوا دوكو، الهوا ده يدهن دوكو عقلا ممكن، يبقى الهوا ملون مش كده برضه؟ ما يجراش حاجه لكنه ما بيقعش. لكن المصريين يقول لك احنا ممكن نعمل، طب اعمله، ما يعملوش، بس هو ايه سموه طق حنك، على راي الدكتور علي جمعه يقول لك طق حنك، واخد بالك؟ مش هو بيقول الكلمه دي كتير؟ فالواحد ياخد باله ان في حاجات اسمها مستحيل عادي اللي هو يعادل الخرق العادي، اللي هو ممكن برضه بس ما بيحصلش. زي يقول لك مثلا العنقاء، سمعت عن حاجه اسمها العنقاء؟ ده وحش كده كان العرب يخوفوا بيه بعض، زي ما نقول امنا الغوله. انت شفت امنا الغوله؟ ما شفتهاش، غير موجوده لكنها العقل لا يحيل وجودها، مش كده برضه؟ يبقى ده يسموه مستحيل عادي العنقاء، واخد بالك ازاي؟ يسموها العنقاء اللي هي الغوله. او مثلا يقول لك بحر زئبق، يعني هل تتصور ان في بحر بيمشي بالزئبق؟ مش موجود لكنه ممكن عقلا، فيسموه مستحيل عادي. يبقى الكرامه هي المستحيل العادي، او هي الممكن العقلي الذي يخرق العاده المستقره. فان كان هذا الامر الخارق للعاده المستقره كان قبل مبعث نبي يسموه ارهاص، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في عام الفيل ربك دافع عن الكعبه قبل مولده عشان يولد، لكن في اخر الزمان مش هيدافع عن الكعبه، هيخلي دي السواكتين الحبشي يخش على الكعبه يكسرها حجر حجر، لانه خلاص انقضى الامر وتقوم الساعه بقى. لكن لان النبي لم يولد بعد، لما جاء ابرهه حاول يهدم الكعبه ربك دافع عن الكعبه، خلى الفيل اللي هو ما بيفهمش حاجه ما قدرش يتقدم، وارسل عليهم طيرا ابابيل وهدم الجيش، وهزم جيش بدون ما حد يقف امامه بفعل الله مباشره. يبقى ده حاجه امر ارهاصه، دليل ان المكان ده هيحصل فيه حاجه هامه، ربك بيدافع عن هذا المكان ليولد نبي. كويس؟ يبقى يسموه ده امر خارق للعاده قبل ميلاد نبي او قبل مبعثه، فيسموه ارهاص. وزي لما ولد النبي لم يوجد صنم على وجه الارض الا وانتكس، ونار فارس خمدت وكانت بقى لها 1000 عام لم تخمد، يسموها ارهاص لانه خارق للعاده. وايوان كسرى ينشق، وكان سمك الايوان جدار الايوان 40 ذراعا، يعني حاجه ما تتشقش وتتشق، حاجات عجيبه. وبحيره ساوى تغيض، وغير ذلك مما حدث في ايه مع ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم. يسموا كل هذه الاشياء خارقه للعاده لكنها ممكنه عقلا، حصلت خرقت العادة، علشان يقول للناس بهذا الامر انتبهوا في امر مهم هيحصل. كويس؟ وزي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو كان قبل مبعثه كان يمر على الحجر والشجر يسلم عليه، الحجر والشجر ما بيتكلمش العادي كده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه بيكلم، فده امر خارق للعادة، ارهاص، كان لم يبعث بعد او لم تظهر بعثته. لما بعث صلى الله عليه وسلم جاءت امور خارقه للعاده على يديه، على قبل التحدي، على وجه التحدي، يسموها بقى معجزه. يبقى المعجزه الامر الخارق للعاده الذي ياتي على جهه التحدي على يد نبي. يبقى لازم بهذه الصور كلها، يبقى ايه امر خارق للعاده؟ على يد مدعي النبوه، كويس؟ على جهه التحدي، يبقى ده اسمه معجزه، والمعجزه لا تكون الا للانبياء، وهي بمثابة أن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم صدق عبدي بأمارة كذا، بأمارة خط العادة على يديه، فيقوم يتحداهم. سيدنا موسى يرمي العصا تبقى حية، يحط يده في تحت إبط ويطلعها تبقى أضوء من الشمس، أمور خارقة للعادة لم تحدث، جت من سيدنا موسى ويقول لهم أنا رسول رب العالمين على جهة التحدي، يبقى دي معجزة.
وكأنها بيقول صدقوا بأمارة هذا، كأن الله بيكلم الناس من خلال المعجزة ويقول لهم صدقوا عبدي فيما يدعي بأمارة ما جعلته على يديه من خرق العادة، يسموها معجزة. حدث لنبينا انشقاق القمر، أشار للقمر فانشق بإشارته الشريف، وآتى بالقرآن معجزة دائمة باقية مستمرة إلى يوم الدين مع كمال التحدي. يبقى هذا كله معجزات لنبينا كثيرة، والإسراء والمعراج فيها معجزة وفي كرامة إكرام في نفس الوقت، لأنه ما كانش فيه تحدي، ده كان إكرام لنبينا، يعني لم يأتي مع جهة التحدي ولم يطلب منه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان فيها خرق عادة من حيث طي الزمان والمكان، فطوى له الزمان والمكان، ففي لحظة طوى له كل الأكوان. يبقى أي واحد من أهل الخطوة مش هيجي حاجة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي طوي له الأكوان كلها في لحظة، حتى انه عاد الى فراشه بعد هذه الرحلة الطويلة اللي نقعد نحكيها للناس يوميا ساعتين لمدة شهر على ما نحكي لهم ايه اللي حصل في الإسراء والمعراج، حدث لنبينا في لحظة. يبقى فرد له الزمان وطوى له المكان، حاجات عجيبة دي مش كده برضو؟ وبعدين دي معجزة، معجزة لكنها لم تكن مع التحدي فنقول عليها إكرام. يبقى جاءت إكراما لنبينا، رفعا لدرجته، إعلاء لشأنه، بيانا لمكانته عند الله وعند الناس وعند الملائكة وفي الأكوان وغير ذلك. ثم بعد ذلك جاء التحدي عند إخبارهم، جاء التحدي في الإسراء والمعراج بعد إخبارهم، لما أخبروه اتحدوه قالوا له طب اوصف لنا المسجد الأقصى كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم طوي له المكان فصار ينظر إلى المسجد الأقصى وهو في مكة، ويوسف لهم نافذة نافذة ومدخل مدخل وعمود عمود. يبقى صارت هنا جاءت المعجزة في جهة أخرى حين الإخبار، يبقى بدأت الأول إكرام وانتهت معجزة. وكذلك نبع الماء من بين الأصابع الشريفة كان يحدث لنبينا كثيرا بين الصحابة، لا على جهة التحدي، على جهة الإكرام والتثبيت، ولكنها معجزة لأنها خارق للعادة، فحدثت لنبينا معجزات كثيرة. وزي ما جاءه أعرابي وقال له تشهد أني رسول الله؟ قال لا أشهد حتى يشهد لك هذا الجذع، وأشار إلى نخل، فأشار النبي لصباطة من الجذع فنزلت وجاءت شهدت باللغة الفصيحة أمام الأعرابي، ثم عادت إلى مكانها بإشارة النبي، فشهد الأعرابي. هذه أيضا معجزة، لكن معجزة خاصة باللي شهدها الأعرابي ده، ولولا إن يوصل خبرها لنا بخبر أحد ما كناش رويناها، لكنها مش معجزة عامة، كان شقاق القمر كالقرآن الكريم كالإسراء والمعراج والإخبار عنه وغير ذلك، لكن النبي له معجزات خاصة وعامة كثيرة ولا تنتهي، وكلها أمور خوارق للعادة تأتي على يد نبي على جهة التحدي كويس. إذا جاء الأمر الخارق للعادة على يد إنسان صالح تابع لنبي يسموها كرامة، يبقى الكرامة هي برضو أمر خارق للعادة، هي من جنس المعجزة لكنها ليست على جهة التحدي وليست على يد مدعي نبوة ولا مدعي ولاية حتى، لأنها بتيجي بمحض فضل، حتى الولي نفسه لما بتحصل الكرامة بتفاجئه زي ما بتفاجئ الناس، يعني هو نفسه مش محضر لها، بخلاف النبي، النبي أي نبي لما بيظهر معجزته بيبقى عارف إنها هتحصل خلاص لأن ربنا وعده. سيدنا موسى لما سيدنا عيسى لما ربنا وعده قال له تبرئ الأكمه هو الأبرص وتحيي الموت، فكان يقف على القبر ينادي يطلع، يبقى عارف تطلع امتى، فهمت ازاي؟ دي معجزه. لكن الكرامه لا، بتاتي بغته، الكرامه تاتي بغته لا على جهه التحدي، على يد انسان صالح ظاهر الصلاح. طيب لو جاءت الامر الخارق للعاده على يد انسان غير ظاهر الصلاح زي حالتنا كده، راجل مستور الحال، لا هو صالح ولا هو طالح، يعني عادي زي ملايين الناس، ربنا ستر ولو اراد يفضحه هيفضحه لكنه ستر، تقوم تبص تلاقي يحصل في حاجه يسموها ايه معونه، يبقى الكرامه لا تكون الا على يد ولي ظاهر الصلاح. لكن واحد من ظاهر الصلاح عادي، اهو بيصلي لكنه مش مجتهد في العباده، اهو بيقرا القران لكن يمكن مش حافظ القران كله، اهو بيعرف يتوضا لكن مش عالم في الدين، اهو بيصلي في الجامع لكن ما بيقيمش الليل، ما يعني مش ظاهر ان هو يعني متميز في العبادة، او يقوم يحصل معاه حاجة خارقة للعادة يسموها ايه معونة،
كأن ربنا بيعين عباده أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإحنا شفناها كتير، شفنا ناس مرضى كتير غلابة ما لهمش أي علاج في أي حاجة، حل ويجي لك بعد شهرين ثلاثة خافت. خفت إزاي يا ابني؟ يقول والله أنا قعدت ألف على الأولياء وأدعي أقول يا رب يا رب خفت. أي دي خارق للعادة. ليه؟ لأن عادة الطب في المرض ده إنه ما يخفش. خف إزاي؟ أهو شفنا راجل بنته عندها فشل كلوي وقعد داخ بيها وكده، وبعدين في الآخر بيقول أنا رحت عند السيدة زينب وقعدت نيمتها جنبي وقعدت أصلي طول النهار من الظهر لحد العشاء ما اتدنت، وبعدين بيقول استخبيت كده واتداريت وبيت للفجر كمان لحد ما قفلوا الجامع ما شافونيش أنا وبنتي، وفضلت قاعد طول الليل أدعي وأقول يا رب إيه البنت إيه وأنا معيش فلوس، رايح جاي بغسل لها ثلاث مرات معيش حتى أدفع لها ثمن التاكسي أو دي أو دي، يا رب إيش فيها؟ وقاعد طول الليل يعمل كده، البنت جت يعملوا لك تحاليل لو بقت كويس خف أو دي. وده راجل مش ظاهر الصلاح، ده راجل عادي زي ملايين المصريين عادي الحال مستور الحال. يسموا الحكاية دي ايه؟ معونة. يبقى معونة. فهمت ازاي؟ طيب لو جاء الامر الخارق للعادة على يد انسان كذاب مجرم قليل الادب كافر فاسق فاجر ظالم، اذا كان الامر الخارق للعادة ده على وفق مراده يبقى استدراج، على خلاف مرادي يبقى إهانة. يبقى أنت زي مثلا الدجال، الدجال مش هيدعو يشير للسماء تمطر وللأرض تنبت وهو كافر، مش كده؟ يبقى حياتي بأمر خوارق للعادة لكنه كافر في آخر الزمان. الجاهل متصور إن أي أمر خارق للعادة يبقى ده جاي يبقى ده مولانا على طول، يروح يقبل إيده ويقعد جنبه يلزق له، يبقى ده انسان جاهل. لكن الانسان اللي فاهم ينظر الاول الامر الخالق للعادة ده جاء على ايد مين، اذا كان صالح يبقى كرامة، مستور الحال معونة، على يد مدعي نبوة معجزة، على يد كافر او ظالم يبقى استدراج. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين كما يحدث على الدجال مع الدجال. اذا جاء على خلاف مراده على عكس مراده يبقى إهانة. لما مسيلمة الكذاب سمع ان رسول الله وكان مدعي نبوه سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمرش على بئر غير طالحة للشرب الا ويدخل فيها فتصلح وتعجب، فجابوا له بئر في اليمامة مر، فتفل بئر صالح تفل فيه صار مرا، او تفلت انسان عادي ببئر مية يعني مش هتغيره مش كده برضو، يقوم ربك سبحانه وتعالى يعمل على خلاف مراده عشان يفضح، يقوم يقول لك بقى البئر ريحته يعني تعفها البهائم من تفلة واحدة من إهانة. قالوا له ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يمسح على الأعمى فيبرأ، فمسح على عين واحد أعور، مسح على عينه فقد العين السليم بقى أعمى خالص، يبقى يسموها إهانة لأن مسحة إنسان على عين مش هتأذيها، لكن لما ربك يخرق العادة ويخلي مسحته يفقد عينه يعني على خلاف المراد يسموها إهانة. يبقى عرفت بقى أنواع الخوارق للعادات: إرهاصات، معجزات، كرامات، معونات، إهانات، استدراج. سهلة؟ يبقى كده كل دي اسمها خوارق للعادة. عشان كده الإمام الشافعي وكثير من العلماء الصالحين العلماء الكبار اللي فاهمين الشرع الشريف وفاهمين عارفين بربهم وأفعاله في عباده كان يقول: لو ركب الهواء وصار على الماء سألت عن عمله، إن كان مطابقا للكتاب والسنة فهي له كرامة وإلا فهي استدراج. كويس؟ تبقى سهلة كده. عشان كده بيقول لنا ناس من الأرياف يقول لك ده احنا عندنا واحد عمره ما صلى يا عم الشيخ، لكن ما شاء الله تلاقيه قاعد كده على الهواء تقول له على طول طز، لأن الشيطان يشيله كده يقعدوا لك على الهواء، إيه المشكلة يعني؟ علشان يلبس بين اولياء الله واولياء الشيطان، مش كده برضه؟ هو عايز يلم حوالين الناس عشان يعرفهم، هو الراجل ده وصل للحاجه الغريبه دي وعمره ما صلى، يبقى الصلاه والصلاح مش هو الطريق الوحيد للتخصيص. يقوم يلخبط. فهمت بقى المساله؟ يبقى عايز يلخبط. يبقى علشان كده انت ما تتلخبطش، طالما عندك بصيره وفاهم ما تتلخبطش.
واحد بيتقلك عليه انه بيعمل حاجات خوارق للعادات، تسأل الراجل ده ايه حكايته؟ يعرف ربنا، بيحب النبي، بيصلي، صالح، مشهور الصلاح. اذا كان مشهور الصلاح تبقى كرام، فاسق عمره ما ركعها تقول لهم استدراج، مستور الحال تقول لهم دي معونة بقى، لكن لا يقتدى به لانه ده مستور الحال مش عالم، هيفيدني في ايه اذا كان هو اصلا مش عالم ده مستور الحال كده؟ فهمت بقى المسألة؟ ادي كل القصة اللي احنا عايزين نفهمها، ان الكرامات دي امر خارق للعادة يأتي على يد الولي، هو من جنس المعجزة من حيث انه خارق للعادة، الا انه يختلف عن المعجزة انه على يد انسان ظاهر الصلاح ولا يدعي النبوة وانها على سبيل الفضل ويأتي بغتة، انما المعجزة على يد مدعي النبوة على سبيل التحدي بس وخلاص كده سهل. نقرأ كلام الشيخ علشان نخلص المسألة. قال الاستاذ ابو القاسم: ظهور الكرامات على الاولياء جائز، يعني جائز عقلا، يعني العقل لا يحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يجري الكرامات على يد بعض الاولياء، يعني هذا الامر واقع جائز، يعني يعني ممكن، ممكن عقلي، مش جائز يعني مباح. عند الفقهاء ما يقولك يجوز يعني مباح، مش كده برضو؟ يعني يستوي الطرفين. لكن عند علماء المنطق وعند علماء الاصول لما يقولك جائز يعني ممكن، يبقى لازم تعرف لما تقرا في كتب الاصول لما يقول لك جائز يعني ممكن، ولما تقرا في كتب الفقه لما يقول لك جائز يعني مباح. يبقى هنا بيتكلم في امر اصولي عقائدي ليس تكليفي، لان الكرامه مش من الامور التكليفيه حتى توصف بالاباحه وبالوجوب وبالاستحباب، وبالتالي دي امور قد تحدث وقد لا تحدث. يبقى بيتكلم على الحدوث، والحدوث لحدوث الشيء في احتمالات، انه يبقى واجب الحدوث او مستحيل الحدوث او ممكن الحدوث، فما يقول لك جائز في الامور دي يبقى معناها ممكن عقل. كويس. والدليل على جوازه انه امر موهوم حدوثه في العقل لا يؤدي حصوله الى رفع اصل من الاصول، فواجب وصفه سبحانه بالقدرة على ايجاده، واذا وجب كونه مقدورا لله سبحانه فلا شيء يمنع جواز حصوله، طالما هو في حيز الممكن العقلي. يبقى إذا تعلقت الإرادة بالممكن العقلي خلاص يحدث، لأن الله على كل شيء قدير. وطالما احنا بنقول إن الأمر الخارق للعادة ده على قدرة الله ليس على قدرة الفاعل سواء نبي أو ولي، وقدرة الله إذا أرادت تعلقت، لو إرادة الله تعلقت بقدرته حدث على مراده، مش كده برضه؟ وعلشان كده يقول لك إن الله سبحانه وتعالى قدرته إرادته لا تريد إلا الممكن، لا تريد المستحيل، وبالتالي المستحيل لا يقع، المستحيل لا يقع. ليه؟ لعدم تعلق إرادة الله بوقوع المستحيل. أفضل من إنك تعلم الناس زي ما كانوا بيعلمونا في التوحيد يقول لك إن الله قدرته لا تتعلق بالمستحيل، توهم للإنسان اللي هو غير عميق الفكر أنك بتقيد القدرة. لما تيجي تقول له ان قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، غير عميق الفكر اللي مش فاهم التعريفات كويس يقوم يزعل من المشايخ، يقول لك ايه ده؟ طول عمرنا بنقول ان الله على كل شيء قدير، تقوم تقول لي شيء ممكن لازم تقيده، احنا كل شيء، كل شيء وخلاص كده. انت ليه بتقيد قدرة الله؟ يتضايق. فهمت ازاي؟ وبالتالي انت الاحسن لما تيجي تعلمها للعام اللي هو مش عارف حدود التعريفات المنطقية، تقوم تقول له ان إرادة الله لا تتعلق بالمستحيل، ولكن قد تتعلق بالممكن، فالله على كل ممكن قدير اذا تعلقت ارادته به. بس يبقى لان الله سبحانه وتعالى لا يريد المستحيل، اراد ان تكون الحياه والاكوان على اسلوب منطقي حتى يعقلها اولي العقول واولي الالباب ويجعل فيها العبره، فلم تتعلق ارادته سبحانه وتعالى بايجاد المستحيل العقلي. كويس. وعشان كده بيقول لك ان 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 الكرامه امر موهوم حدوثه. موهوم حدوثه يعني ايه؟ يعني احتمال يحصل واحتمال ما يحصلش، ادي موهوم حدوثه في العقل، ولو حصل لا يرفع اصل من الاصول، لا يجعل الواجب مستحيل ولا يجعل المستحيل واجب، ولا يغير اصل من الاصول اللي ربنا جعلها في الاكوان، فواجب وصفه سبحانه بالقدره. وطالما ان الله واجب وصفه بالقدره وده امر موهوم عقلا ممكن الحدوث، يبقى اذا تعلقت القدره به حدث. كل ده بيرد فيه على المعتزله، لان المعتزله انكروا وجود الكرامات اصلا،
هو بيرد على المعتزلة، لأن المعتزلة كانوا منتشرين في عصره وكانوا ينكرون وجود الكرامات. فهو بيقول لهم إن الكرامة لا ينبني عليها مستحيل عقلي، أنتوا ليه قلقانين؟ ده أمر ممكن الحلوس موهوب صحيح، لكن لو تعلقت الإرادة به وتوجهت إليه القدرة الحدث، والله على كل شيء قدير، ليه قلقانين؟ فهمت؟ هو بيرد للمعتزلة أيضا. ما هنا بقى نقول إن إرادة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، واخد بالك إزاي؟ بس أدي المسألة. أإله مع الله؟ لو كان فيها مآلهة إلا الله لفسدتها، فلم تتعلق إرادة الله بذلك، خدت بالك إزاي؟ بس لو كلمت أصولي تقول له قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لو كلمت عامي تقول له إرادة الله لم تتوجه لذلك. بس وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله، فمن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا يجوز. والذي يدل عليه يعني هي علامة صدق الله، ان ربنا يجري الكرامة عليه يظهرها للناس، معناه بيقول للناس روحوا له بقى استفيدوا بيه، اراد ان يظهره للناس، لان لله اولياء يريد ان يظهرهم عشان الناس تستفيد بيهم، ولله اولياء كثيرين يريد ان يخفيهم فما يظهرش عليهم الكرامات عشان يفضلوا كده مخفيين. فاللي ربنا بيريد يظهره يوم يعمل على ايديه كرامة ولا اثنين امام الناس، ولا تكون كثيرة، هي مرة اثنين ثلاثة وناس تقعد تتحكى عليها بقى العمر كله، بعد كده ليه بقى يقوم يشتهر، يقوم الناس تتوجه اليه يستفيدوا منه. يبقى هو لما ربنا يريد اظهاره حتى يفيد الناس به، فهمت ازاي؟ يقوم يظهر على يد الكرامة. والذي يدل عليه ان تعريف القديم سبحانه ايانا حتى يعني تعريف القديم سبحانه إيانا بالكرامة يعني التي تحدث على يد الولي، حتى نفرق بين من كان صادقا في أحواله وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم، ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولي بما لا يوجد مع المفتري في دعواه، وذلك الأمر هو الكرامة التي أشرنا إليه. يعني رب يقصد يقول لك إن الصادق مختلط مع الكاذب كده، ما أنت مش عارف إيه الأمارة، إيه أمارة الصادق من الكاذب. واحد يقول لك انا طول عمري ما عصيت ربنا، الحمد لله ربنا كرمني، يا سلام، وعشان كده ربنا بيجري على ايدي الدعاء المستجاب و و و وواحد تاني بيقول نفس الكلام ده وهو واحد فيهم كذاب، طب انت هتكذب مين وتصدق مين؟ يوم ربنا يجري على يدي واحد فيهم الكرامة علشان يميز بين الكذاب وبين الصادق. ادي كل الفكرة. يبقى الكرامة ربنا بيجريها على يد من شاء من عباده ليبرهن انه صادق بامارة صدقه معي، اجري عليه الكرامة، يوم الناس تستفيد وتميز بين الصادق والكذب. ادي معنى كلام الشيخ. ولابد ان تكون هذه الكرامة فعلا ناقضا للعادة، يبقى لازم تبقى فعل خارق للعادة، العادة المستقرة يعني، لكنه ما زال في اطار الايه الممكن العقلي، لكن في اطار المستحيل العادي. يبقى الممكن العقلي نوعين، ممكن عقلي واقع مستقر اللي انت بتشوفه على طول، وبعدين في ممكن عقلي لكنه لا يقع في العادة يسموه مستحيل عادي. الممكن العقلي اللي بيقع كل يوم والتاني ده انت دلوقتي من كتر العادة ما بتحسش انه هو حاجة غريبة اوي، بقى انت تصدق ان خلية واحدة، خلية لا ترى الا بالميكروسكوب، تدخلها في بطن واحدة ست تقعد فيها 9 شهور تنزل انسان كامل، حاجة صعبة دي، لكن لولا انها بتحصل كل يوم حتى في البهايم حتى في الحيوانات بقت عادة خلاص. الناس يقولك ما عادي، عادي ليه؟ لتكرر حدوثها، لكنك اما تقعد تفكر فيها حاجة غريبة، حاجة غريبة فعلا. ده بتنمو الجنين بينمو في بطن امه اسرع من اي ورم سرطان، اي ورم سرطاني لما بينمو ما بيكونش بسرعة نمو الجنين ابدا، مستحيل الجنين في 9 شهور خلية لا ترى ينزل عيل عنده 3 كيلو و2.5 كيلو وحاجة، ويوقع ويتكلم واعضاء وصوت ونفس وحاجات وجمال وحاجات، سبحان الله حاجة غريبة مش كده برضو؟ حاجة غريبة دي وفي 9 شهور خلية واحدة، سبحان الله. لا وايه وبيلعب جوه، وجوه يلعب ملعب الدنيا واسعة، وتلاقي الست سفروسه قد كده وبطنها فيها 2، الله عايشين ازاي جوه ويقعدوا يلعبوا وما يعوروش بعض، ولما يخرجوا في الدنيا الواسعه دي يلعبوا مع بعض يعوروا بعض،
مش حاجات عجيبة دي كلها، دي مش حاجات خارقة للعادة، لكنها لوجودها مستمرة صارت عادة مستقرة، فالناس ما بتلفتش انتباه. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى برضو يقول لك فلينظر الإنسان مما خلق، عشان يلفتك لحسن العادة دي بتنسيك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما دي شيء عجيب، مية وتراب، انت نفسك التراب لو جاء على هدومك ولا على وشك تقرا. المية والتراب دي طلع لك نباتات مختلفة الألوان والأشكال والطعوم، حاجة غريبة. لكن انت لأنك كل يوم شايفها فعادي، تمر تلاقي وردة بنفسجي، وردة حمراء، ودي صفراء، ودي مش عارف ايه، والتمور أنواع، وكل الثمرات منها أشكال وأنواع، وكلها من تراب ومية. أظهر شيء غريب، لكنه لأنك بتشوفه كل يوم من ساعة ما اتولدت لحد ما تموت بتفقد انه خارق للعادة. يوم ربنا بقى يقول لك لا، فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا. اقعد فكر، لو عنبة، العنبة دي جابت خضرها منين؟ والبلحة دي جابت حمرها منين؟ ودي جابت البنفسجي بتاعها منين؟ الله. وطعم المانجا غير طعم البرتقال غير طعم ده، البرتقال نفسه انواع. الله، ده يعني مش برتقال كله نوع واحد، لا، ده حاجة كده فوق الوصف. لكنك امر خارق للعادة، ده مش خارق للعادة، ده امر معتاد، لكنه لما تفكر فيه تلاقيه برضه خارق للعادة. فهمت بقى المسألة؟ لكن الامر الكرامة اللي احنا بنتكلم عليها حاجة ما بتحصلش كل يوم، حاجة ما بتحصلش كل يوم. يجي واحد الراجل من دول يبقى متجوز مش عارف هيجيله كام عيل، يقوم الشيخ بتاعه اللي بيربيه يقول له على فكرة انت مراتك لما هتتجوزها ربنا يلهمه باشياء غريبة، يقول له ان شاء الله هتخلف اول بطن اثنين، هتسمي الاولاني حسن والتاني تفيدة. عرف منين ده؟ ده حاجة غير. وبعدين يروح متجوز وتحمل وتجيب له توأم واد وبنت، الله، زي ما الشيخ قال من سنتين، حاجة غريبة دي. فده يعني الامور كلها معتادة، لكن الغريب انه عرف قبلها. فهمت ازاي؟ اي دي سموها بقى كرامة، خارق للعادة، خارق للعادة. يبقى الامور الخارقة للعادة اللي هي ما بتحصلش كل يوم، فهمت بقى؟ لكنها ما زالت في حيز المعتاد، اللي هي الممكن، يعني في حيز الممكن. ما انت لسه قبل ما تيجي لو جيت اول الدرس كنت عرفت، قلنا اذا كان مشتهر الصلاح وحدث الامر عليه يبقى دي كرامة، ان كان مستور الحال ومسلم يسموها معونة، وإذا كان كذاب أو انطقي ومدعي نبوة تبقى إهانة، وإذا كان على سبيل التحدي على يد مدعي نبوة تبقى معجزة. فهمت ازاي؟ التفريق كده، إنك تعرف الشرع الشريف وتسأل على أعماله، لقيته راجل صالح خلاص تبقى كرامة. فهمت هذه المسألة؟ وإلا يبقى حاوي، هيجيبوه بقى في مواقف وطرائف، يجيبوه في التلفزيون زي الجدع الأمريكاني ده اللي كانوا يدخلوه في باب حديد جوه باب حديد جوه باب مش عارف إيه، وبعدين يفجروا المكان وبعدين يلاقوه طالع من قفا المتفرجين. الله، حاجات غريبة قوي دي، او جني متلبس في صورة انسان، وعلشان كده تلاقيه يظهر شهرين ويختفي، يعمل له 20-30 فيلم. طب فين الراجل ده الوقت؟ ما تلاقيهوش، لان هناك الشياطين عفرتنه. فهمت ازاي؟ لا عندهم اذانات ولا عندهم اي كرسي ولا عندهم اذكار تحرقهم، فهناك معفرتنه يقوموا يعملوا الشغلانة دي، ده شغل جن. فعلى طول تسأل الجدع ده اللي بيدخلوه في النار ده وما يتحرقش ده ايه حكايته ده؟ يقولوا لك ده راجل مسلم مثلا من بلاد واق الواق، راجل صالح، تقول يا سلام دي كرامة، ده مسلم. لكن ده يقول لك ده راجل امريكاني كافر او انطاجي سكير عربيد او لا يعلم له اب ولا ام، ده كده ظهر فجأة في بلاد الكفار، تقوم تقول لهم ده شيطان، وبعد تنشغلش نفسك بيه بقى ولا تتعب نفسك بيه، لان ده شغل شياطين، له قرين ياخد نفس صورته، قرين من الجن ياخد صورته. وعلشان كده كنت لما تشوفه في الافلام بتاعته اللي صورها تلاقي عينيه زائغه، طب حاول تبص لعينه بصه فين؟ ما تلاقوش باصص في حاجه، باصص في فراغ. فهمت ازاي؟ مش باصص في حاجه، بخلاف بصه الانسان الادمي العادي المعتاد اللي مركز في حاجه. فهمت ازاي؟ يبقى دي واضحه انها من الجن، عشان كده المسلم ما يتهزش بالكلام بتاع ده، انما العالم الكفار يتهزوا بقى. يبقى انت على طول لو كان صالح تقول دي كرامة، كافر تبقى ايه؟ سميه حاوي، سميه جني، سميها استدراج ونستدرجهم من حيث لا يعلمون،
واملي لهم ان كيدي متين. يعني سميه اللي تسميه، المهم ما تشغلش نفسك بيه واستمر فيما اقامك الله عليه. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكايه عشان ما تشوش نفسك. ولا بد ان تكون هذه الكرامه فعلا ناقضا للعاده في ايام التكليف. في ايام التكليف يعني ايه؟ يعني في ايام الدنيا، يعني في فتره الدنيا. فتره الدنيا دي فتره تكليف. وهل البرزخ يدخل فيها؟ فيها خلاف، والراجح انه لا يدخل على مذهبنا ومذهب بعض العلماء انه يدخل، لكن البرزخ لا تكليف فيه لان ينقضي عمل ابن ادم بعد وفاته. لكن في بعض العلماء قالوا البرزخ فيه تكليف لانه هيحصل اختبار لمن مات من اهل الفتره فيختبرهم الله سبحانه وتعالى كما ورد بعض الاخبار، ففيها نوع تكليف، مش كده برضو؟ في بعض العلماء قالوا كده وبعض العلماء قالوا كده، لكن على اي حال بيحصل في فتره التكليف، مش معناها البلوغ. مش معنى التكليف هنا البلوغ يعني ما يحصلش الكرامه الا على يد بالغ، لا، ممكن تحصل عليه صبي. وهتشوف انت الصبي بتاع اصحاب الاخدود والطفل اللي نطق في المهد وغيره وغيره، بتحصل على يد صبيان صغيره. يبقى هنا التكليف يقصد بيه الدنيا ولا يقصد بيه التمييز والبلوغ. فهمت بقى؟ ظاهرا على موصوف بالولاية، يعني على واحد ظاهر الحال من الصلاح موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله، كأنها بتقول لك صدقوا الراجل ده صادق في حاله بدليل ما حدث. المعجزات، وتكلم الناس في الفرق بين الكرامات وبين المعجزات من أهل الحق، فكان الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله يقول المعجزات دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي، كما أن العقل للحكم لما كان دليلا للعالم في كونه، كما أن العقل المحكم أو للحكم، طيب، أو المحكم لما كان دليلا للعالم في كونه عالما، لا هي للحكم أحسن، لأن الحكم ده دليل بيدركه العقل فيستنتج من هذا الحكم دليل على غائب، يعني الحكم ده امر عقلي ويستدل بيه على امر غائب. زي ايه مثلا؟ العالم، العالم ليه ربنا سماه عالم؟ لانه علامة على خالقه، لان العالم فيه حركة ولا يوجد حركة بغير محرك، العقل يحيل حركة بغير محرك، فطالما العالم كله والاكوان على الحركة فلا بد هناك محرك وقائم على الافعال، فلا فعل بغير فاعل، مش كده برضه؟ يبقى لابد ان هناك فاعل. وطالما في الاكوان مخلوقات لم يدعي اي مخلوق انه اوجد نفسه، ولا بد لكل مخلوق ان يكون له موجد، يبقى صار العالم كله علامه على خالقه. يبقى الانسان نظر لامر موجود وهو العالم، استنتج منه امر غيبي وهو وجود الله. فهمت ازاي؟ يبقى ادي معنى كما أن العقل للحكم، لأن الحكم هو إيه؟ ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. هذه معنى الحكم في المنطق يعني. كما أن العقل للحكم لما كان دليلا للعالم في كونه عالما، لم يوجد ممن لا يكون عالما. يعني غير العالم الجاهل ما عندوش دليل على ما يقول، إنما العالم عنده بعقله دليل على ما يقول اللي بيسموه الحكم. فهمت بقى المسألة؟ فصارت الكرامة أو المعجزة علامة أو حكم يستطيع أن العالم صاحب العقل المنطقي السليم يقول طالما هذا الأمر خارق للعادة جاء على يد إنسان، يبقى هذا الإنسان إن كان ظاهر الصلاح أحكم له أنه صادق في أحواله، وإن كان على يد مدعي نبوة أحكم له أنه نبي. فهمت ازاي؟ وهكذا، يبقى ده صالح، انما غير العالم ما عندوش دليل لانه جاهل. وكان يقول الاولياء لهم كرامات شبه اجابة الدعاء، فاما جنس ما هو معجزة الانبياء فلا. ده رأي ايه؟ ابو اسحاق الاسرائيل بيقول ان كرامات الاولياء غاية ما هناك تبقى اجابة الدعاء، انما تجيلهم حاجة من جنس معجزة الانبياء كده صعبة، ده رأيه، لكن الراجح خلاف ذلك. واما الانبياء، وأما الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله، فكان يقول المعجزات دلالات الصدق، ثم إن ادعى صاحبها النبوة فالمعجزات تدل على صدقه في مقالته
وإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه في حالته، فتسمى كرامة ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات للفرد. يبقى ابن فورك هو ده اللي عليه المذهب، يبقى كلام الإسرائيلي ليس المذهب عليه، لأن قال ما يحصلش الأمر الخوارق للعادة على يد الأولياء، دي تحصل للأنبياء بس، غاية ما يحدث للوالي إجابة الدعاء. فهمت إزاي؟ لكن ابن فورك قال لا، ممكن يحصل خوارق العادات على يد الولي أيضا، ولكن الفرق بين وتكون من جنس المعجزة، ولكنها الفرق بينه وبين المعجزة أن المعجزة على يد مدعي نبوة وعلى سبيل التحدي، والكرامة على يد إنسان صالح ظاهر الصلاح لا على سبيل التحدي، وتأتي بغتة، يعني هو نفسه بيفاجأ به. هذا الفرق بينه. وكان رحمه الله يقول من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها، والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها، والنبي يدعي ذلك ويقطع القول به، والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرا. وجايب لك برضو فرق آخر بين المعجزة والكرامة، لأن الاثنين خارق للعادة. يبقى الفرق الأول أنه على يدي هنا نبي، وهنا على يدي ولي، هنا على سبيل التحدي وهنا لا على سبيل التحدي. النبي مأمور بإظهارها والولي غير مأمور بإظهار الكرامة، كويس؟ لكن النبي مأمور بإظهار الكرامة عشان يلتف الناس حوله لأن جاء للناس، لكن الولي غير مأمور بإظهار الكرامة. النبي متأكد أنها معجزة وأنها إكرام له، والولي يخاف لا تكون استدراج، يعني تحصل الكرامة على إيده يعني إيد الولي، لكن برضو خايف لا يكون استدراج فيقوم لا يركن له. لكن النبي عارف أنها إكرام من الله، تصديق له، متأكد منها، ليه؟ لكمال عصمته. لكن الولي محفوظ مش معصوم، الولي محفوظ مش معصوم، ولكونه غير معصوم تلاقيه باستمرار دائم الخوف والهيبة من الله لحسن يتغير حاله. فهمت ازاي؟ هو الوقت اجرى على ايده الكرامة، طب بعد 10 سنين لو عاش هيفضل كده ولا ربنا هيغير حاله؟ ما هو ابليس قاعد يعبد ربنا لما بقى طاووس الملائكة، وبعدين اتطرد من رحمة ربنا. فهمت؟ فيبقى الانسان باستمرار دائم الخوف من الله، لكن النبي عارف ايه ان دي من الله اكرام له، وهو معصوم من معصية الله، ويأمن سوء العاقبة لنبوته. فهمت ازاي؟ انما الولي مش كده خالص، الولي في كل مأمور بإظهارها النبي، الولي مش مأمور بإظهارها، بل الولي لو أظهرها للناس من باب الاشتهار ربنا يسلبه مقامه، لكن النبي مأمور بإظهار. في فرق كبير. فهمت بقى المسألة؟ وقال أو حدثني في وقت القاضي أبو بكر الأشعري، اللي هو الباقلاني، أبو بكر الباقلاني مشهور من العلماء الأصول الشافعية الكبار رضي الله عنه، إن المعجزات تختص بالأنبياء، والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء، ولا تكون للأولياء معجزة، لأن من شرط المعجزة اقتران دعوة النبوة بها، والمعجزة لم تكن معجزة لعينها، وإنما كانت معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة، فمتى اختل شرط من تلك الشروط لا تكون معجزة، وأحد تلك الشروط دعوة النبوة، والولي لا يدعي النبوة، فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة. وهذا القول الذي نعتمده ونقول به بل ندين به، ان المعجزة والكرامة من جنس واحد بس مع الفرق ده، كويس؟ خلافا لأبي إسحاق الإسرائيلي. فشرائط المعجزات كلها او اكثرها توجد في الكرامة، الا هذا الشرط الواحد، الشرط الواحد اللي هو ايه؟ ادعاء النبوة، ادعاء النبوة وعلى سبيل التحدي. فهمت ازاي؟ ده الشرط ده مش موجود في الكرامة. والكرامة فعل لا محالة محدث، والكرامة فعل محدث يعني ايه؟ مش قديم، لانه جاء على يد مخلوق والمخلوق حادث، فالكرامة تأتي على يده فعل لله على يد محدث تبقى محدث. فهمت ازاي؟ وليست من الافعال القديمة لله عز وجل، لان ما كان قديما لم يكن له اختصاص باحد، وهو ناقض للعادة، وتحصل في زمان التكليف اللي هو زمان الدنيا زي ما قلت لك، مش زمان الصبي، يعني يبقى زمان العقل او البلوغ، يبقى التكليف هنا يقصد الدنيا، وقت الدنيا، وتظهر على عبد تخصيصا له وتفضيلا، وقد تحصل باختياره ودعائه، وقد لا تحصل له، وقد تكون بغير اختياره في بعض الاوقات،
ولم يؤمر الولي بدعاء الخلق إلى نفسه ولو أظهر شيئا من ذلك على من يكون أهلا له لجاز. واختلف أهل الحق في الولي، هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا؟ طبعا الولاية نوعان، ولاية عامة الله ولي الذين آمنوا، فكل المؤمنين أولياء لله عز وجل، فهمت ازاي؟ دي ولاية عامة ما تكلمش عليها، هو بيتكلم هنا على الولاية الخاصة. الولاية الخاصة اللي هي ولاية النصرة، ولاية الإكرام، ولاية التفضيل والتخصيص، أن يكون من المقربين ليس من عوام أصحاب اليمين، يبقى بيتكلم هنا على الولاية الخاصة. هل الولي بولاية خاصة ده يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا؟ كويس، ده السؤال. يعني هل لازم كل ولي يبقى عارف أنه ولي لله من أولياء الله الصالحين ولا لا؟ فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول ربنا يفضل مخبي عليه أنه ولي. ليه يا إمام أبو بكر؟ يقول لك أصله لو كان عرف أنه ولي هيأمن الخوف، يوم ساعتها يسلب الولاية، وربنا سبحانه وتعالى كريم ان هو يسلبه ما اعطاه، يقوم يخبي عنه لحسن يركن فيسلب الولايه. ده راي مين؟ الامام ابو بكر بن فور. طبعا الكلام ده احنا مش موافقين عليه، لان الصحابه ربنا اعلمهم على لسان اصدق مخلوق بان ربنا غفر لهم ولم يسلبهم الخوف، صح ولا لا؟ هو سيدنا ابو بكر مش ربنا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وبشره بشارات كثيره، وقال بعد ده كله لو كانت احدى قدمي ابي بكر في الجنه والاخرى في خارجها ما امنت مكر الله لكمال علمه بالله. سيدنا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا بشارات كثيره، كان يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر، ولو نادى مناد في الموقف كل اهل الموقف في الجنه الا واحد لظننت انه عمر، مش كده برضه؟ يبقى كلام سيدنا ابو بكر بن فورك على عينه وعلى راسنا لكنه قابل للمناقشه، فهمت ازاي؟ هو بيقول لك لو عرف هيسلبه الخوف، نقول له لا، في ناس كتير اولياء عرفت ولم يسلبوا الخوف، فهمت ازاي؟ بل بالعكس، ده ساعات يزدادوا عباده ويزدادوا اجتهاد. شفت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا اكرمه وعرفه مقاماته العاليه ان هو سيد العالمين والاولين والاخرين، ازداد قياما في الليل وازداد عباده حتى تورمت قدماه، ولما سئل عن ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا، فهمت بقى المساله؟ طيب. وكان الاستاذ ابو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه، احنا ما عاتبنا ابو علي الدقاق، ان يجوز ربنا يعلم بعض الاولياء ويجوز ان يخفي عن بعض الاولياء، يعني ربك سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح كل عبد وكل ولي. في بعض الاولياء لو عرفوا انهم اولياء هيركنوا، يقوم ربنا يخبي عنه عشان يفضلوا يجتهد، وفي اولياء تانية لو عرف ما تفرقش معاه كتير، هو برضه هيعبد ربه وحيستمر في عبادة ربي وفي صلاحه لا يتغير حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم على سيدنا صهيب رحم الله صهيب لو لم يخشى الله لم يعصه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على سيدنا صهيب كده، يعني حتى لو ما خافش من ربنا برضه مش هيعصاه، لأنه ينظر للجلال وللكمال، لا ينظر للنار ولا ينظر لجنة، ده بينظر للجلال وللكمال وللجمال، فبيعبد الله لذاته، فما بتفرقش معاه كتير. لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لكن سمعنا عن واحد من اهل بدر ركن وترك الصلاه على بشاره النبي؟ ما حصلش، فهمت ازاي؟ يبقى يجوز ان ربنا يعلم بعض الاولياء بولايتهم ودرجاتهم، ويجوز انه يخفي عن بعضهم، لان بقيه الصحابه كمان برضه مقامهم عالي، لكن ربنا اخفى عن كثير من الصحابه مقامهم، فلم يرد بشاره للنبي لكل صحابته، مش كده برضه؟ وهم من الصحابه اجلاء كبار، ووردت بشاره النبي لبعضهم، فدل على ان الله يريد ان يخفي عن البعض ولايته وان يظهر للبعض ولايته. فهمت بقى المساله؟ يبقى راي سيدنا ابو علي الدقاق ارجح من حيث الوقوع كمان. وهو الذي نؤثره ونقول به، وليس ذلك بواجب في جميع الاولياء حتى يكون كل ولي يعلم انه ولي واجبا، ولكن يعني واجب عقلي ان لازم كل ولي عارف، لا، يعني ممكن، ولكن يجوز ان يعلم بعضهم كما يجوز الا يعلمه بعضهم، فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها، وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء، يعني ممكن ربنا يخص بعض الأولياء بكرامات ويخص أولياء تانيين بكرامات أخرى، يعني مش شرط كل ولي يبقى ليه نفس الكرامات اللي لكل الأولياء، لا، يعني ربنا يخص ده بحاجة ويخص ده بحاجة ويخص ده بحاجة، ما يجراش حاجة،
بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا. أفضل الصحابة مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. وفي من الصحابة اللي مشي على المية، وسيدنا أبو بكر ما مشيش على المية، وسيدنا أبو بكر أفضل منه. أبو العلاء الحضرمي بجيشه كله مشي على المية بالفرسان بتاعته دون أن تبتل حواف الفرسين، صح؟ حصل ولا لا؟ حصل. وما حصلش كده لسيدنا عمر ولا لسيدنا أبو بكر، مع فضل سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر عليه. يبقى مش شرط وجود الكرامة تدل على الأفضلية، يعني الكرامة لا تدل على الأفضلية، بل تدل على أن هذا العبد مخصوص بفضل من الله على غيره من العباد، ولا تدل على أنه أفضل ممن لم تجري الكرامة عليه. لعشان يفضل كمال ستر الله على كل عباد، عشان يفضل ربنا ستر عباده كلهم، بحيث لما تشوف واحد صالح ولم تظهر عليه كرامة تقول لعله وليه مخصوص ثم تحسن الظن فيه، لأن ربنا يريد أنك أنت تحسن الظن في كل الناس، يوم يظهر من شاء ويخفي من شاء، علشان تعتبر أن كل الناس أولياء وكل الناس صالحين. أمال مين اللي وحش؟ أنت تعرف عيوب نفسك ثم تنشغل بعيب نفسك وتعذر الناس ثم تصلح نفسك، إنما لما تقعد أنت تنشغل بالناس وتترك عيوب نفسك يبقى أنت ضيعت عمرك فيما لا طائل. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده بيقول لك هنا إيه، وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء، بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا. بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم معجزات، لأن النبي مبعوث إلى الخلق فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه، ولا يعرف إلا بالمعجزة. يعني النبي ما يتعرفش إلا بالمعجزة. يعني أنت عشان تدلل على صدق نبيك، واحد كافر يقول تقول له سيدنا محمد رسول الله، يقول لك اثبت لي يا اخي انه رسول الله، تقول له الرسول الحق رجل كامل الخلقه وكان اكمل الناس خلقه، وانه يقول انه نبي، وانه لا يكذب قط، وانه يخبر بالغيب وياتي بالمعجزه، كل ده توفر في نبينا. يبقى تعرف تثبت نبوه نبيك، اولا كان قبل بعثته معروف بالصادق الامين، يبقى لم يكذب قط، وبعدين قال انا نبي، وبعدين جاءت المعجزه على يدي، اشار للقمر فانشق وجاء بالقران بين ايدينا ما زال معجزه، واخبر بالغيب، اخبر باخبار الاولين والاخرين. هو سيدنا رسول الله كان يقرا ويكتب؟ طب عرف منين قصه يوسف واخواته؟ عرف منين وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ايه وهم يمكرون فيوسف ويرموه في الجب؟ عرف منين الا باخبار الله له؟ طب وهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بدء الخلق؟ اخبرك بدء الخلق وسجود الملائكه لادم واخراجه من الجنه وحاجات كثيره، واخبرك بقصص الانبياء كلهم وتفاصيل فيهم، وبعدين مش كده وبس، واخبرك بامور تقع بعد وفاته وحدثت كما اخبر، واخبر بعد ذلك بكل ما يقع من علامات الساعه وما زالت تحدث كما اخبر. يبقى عايز بعد ده كله ايه تثبت انه نبي؟ ما هو نبي اهو، اخبر بالغيب، صادق لا يكذب قط، جاء بالمعجزه، خلاص بقى يبقى اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المعجزه دليل نبوته. فهمت بقى المساله؟ وبعكس ذلك حال الولي، لانه ليس بواجب على الخلق ولا على الولي ايضا العلم بانه ولي. مش واجب على الخلق ان يعرفوا ان الولي ده ولي، وعشان كده ربنا مش واجب انه يظهر على ايده الكرامه، لكن النبي ربنا ارسله للناس فلابد ان يظهر على ايده المعجزه عشان الناس تلتف حوله. فهمت بقى المساله؟ والعشره من الصحابه صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبرهم به انهم من اهل الجنه، وقول من قال لا يجوز ذلك لانه يخرجهم من الخوف فلا باس ان يخافوا تغيير العاقبه، والذي يجدونه في قلوبهم من الهيبه والتعظيم والاجلال للحق سبحانه يزيد ويربو على كثير من الخوف. خد بالك ان الخوف ده حال العوام من المؤمنين، لكن لما يبقى ولي الخوف ده بيتحول الى هيبة، والهيبة تتحول الى قبض. فهمت ازاي؟ كما ان الرجاء يتحول الى انس. يبقى الاول بتبتدي خوف ورجاء، يرتقي الانسان الى هيبة وانس. فهمت ازاي؟ ثم يرتقي بعد ذلك من الهيبة والانس الى مقام اعلى من ذلك كمان، وهو القبض
يعني يخاف ان الله يقبضه مما كان فيه من بطن، ثم بعد ذلك ينقلب الانس الى محبة، يبقى الناس قاعدة بترتقي. يبقى الولي لما يعرف ان ولي هيفقد الخوف، لكن لا يفقده بالكلية، بل يرتقي من الخوف الى الهيبة. فهمت المعنى؟ كل ده بيرد على سيدنا ايه ابي بكر بن فورك، اللي هو بيقول لا الولي ما يعرفش الاحسن ايه يذهب عنه الخوف، بيقول له لا ده ممكن يرتقي من الخوف الى الهيبة. واعلم انه ليس للولي مساكنة الى الكرامة التي تظهر عليه، يعني الولي حتى لما تظهر الكرامة ما بيركنش ليها، لانه بيركن الى الله، معتمد على الله، لا على الكرامة ولا على التخصيص ولا على التفصيل، ده هو اصلا صار وليا لان كل اعتمادي على الله. فالولي مش هينظر للكرامة ولا يركن اليها ولا يسكن اليها، فهمت؟ ولا له ملاحظة، يعني ولا حتى يلاحظها ولا ينظر اليها. وربما يكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم ان ذلك فعل الله، فيستدلون بها على صحة ما هم عليه من العقائد. يعني غاية ما هنالك انها بشارة لهم بتخليهم يعني يزداد وثقهم انهم على الطريق الحق، يوم يزدادوا تمسكا به، ادي غاية ما هنالك. وبالجملة فالقول بجواز ظهورها على الاولياء واجب، واجب عقلي يعني. انها جائزة. كل ده بيرد على المعتزلة الذين انكروا الكرامات، والوهابية على ذلك الان بينكروا وجود الكرامات الان، الوهابية كلهم يقولك يا تيجي تقول له حسن يقولك الشيطان اللي عمل كده. ابن تيمية نفسه بيقول كده في كتب، يقول لك والاشياء التي يسمعونها عند اضرحة الاولياء ما هي الا اقوال الشياطين. يعني راح هناك واقف جنب الشيطان فعرف الشيطان بيتكلم، يعني ادعاء بلا دليل، يعني ادعاء بلا دليل. فهم ده اللي بيقولوا الوهابية، هداهم الله للاسلام الحق لانهم كفروا المسلمين. فهمت ازاي؟ فالاسلام الحق مش انك تكفر المسلم، الاسلام الحق مش انك تتكبر على المسلمين، الاسلام الحق مش انك تدعي معرفة وغيرك جاه، الاسلام الحق انك انت يسلم المسلمون من لسانك وهذا، تحب لاخيك ما تحب لنفسك، تنشغل بعيب نفسك عن عيوب الناس، مش كده برضو، تهتم بامر المسلمين، لا تستحل اعراض المسلمين، تحسن الظن بالمسلمين، تحسن الظن بالله، لا تسيء الظن بالناس، مش كده برضو، هي دي حكاية. فربنا يهدينا ويهديهم ويصلح حالنا وحالهم. وبالجملة فالقول بجواز ظهوره على الأولياء واجب، وعليه جمهور أهل المعرفة، ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء في الجملة علما قويا انتفى عنه الشكوك. ومن توسط هذه الطائفة وتواتر عليه حكاياتهم وأخبارهم، يعني واللي يعيش في وسط طائفة الصالحين هيسمع حكايات أولياء كتير، كرامات كتير، لم تبقى له شبهة في ذلك على الجملة. ومن دلائل هذه الجملة نص القرآن في قصة صاحب سليمان عليه السلام، حيث قال، يعني في دليل الكرامات من القرآن، قال لك حجب لك من القرآن، لما قال صاحب سيدنا سليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ولم يكن نبيا على الراجح، وإن كان في قول مرجوح إنه سيدنا سليمان نفسه هو اللي عمل كده، لكن قول مرجوح. والأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح، أنه قال يا سارية الجبل في حال خطبته يوم الجمعة، وتبليغ صوت عمر إلى سارية في ذلك الوقت حتى تحرز من مكامن العدو من الجبل في تلك الساعة. بيخطب الجمعة في المدينة وسارية في الشام، يوم ربنا سبحانه وتعالى يطوي المكان، يوم سيدنا عمر يشوفه وهو على المنبر، يقطع الخطبة في وسط الكلام والناس قاعدين سامعين سيدنا عمر بيتكلم، فجأة يروح قاطع الخطبة يقول له يا سارية الجبل ويسمعه، يشوفوا ويسمعوا. فهمت ازاي؟ يعني دي برضو من الكرامات اللي حصلت للصحابة. فإن قيل كيف يجوز إظهار هذه الكرامات الزائدة في المعاني على معجزات الرسل، وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء عليهم السلام؟ يعني هم خايفين، اللي أنكروا الكرامات خايفين لحسن كده نفضل الأولياء على الأنبياء. الله، ازاي بس في واحد مجنون عاقل يقول ان الوالي افضل من ده؟ الوالي لم يحدث له الكرامة الا لانه صدق في اتباع النبي. نهاية الولاية بداية الصديقية، ونهاية الصديقية بداية النبوة، ونهاية النبوة بداية الرسالة، ونهاية الرسل بداية اولي العزم، ونهاية اولي العزم بداية رسول الله، فما بالك بمقامه العالي بعد ذلك. فالحكاية عالية قوي، فما فيش فين الرسل وفين الانبياء وفين الاولياء، ده شغلانه كبيره. فهمت؟
لان في ناس بتدعي ان بعض الطوائف الصوفية فضلوا الولي على النبي. لم يحدث، لم يحدث. هو غاية ما هنالك ان خدوا كلام من الفتوحات المكية لابن عربي، فهموه بطريقة غلط. يقول نحن ايه، نحن خضنا بحر وقفت الانبياء بساحله. نحن يعني الاولياء خاضوا بحرا وقفت الانبياء على ساحله. هم يفهموا كلام ابن عربي ان كده بيقول يا سلام بقى الاولياء خاضوا البحر والانبياء الساحل، يعني الاولياء افضل. ايه المصيبة دي؟ وهو ما يقصدش كده. يقول نحن خضنا بحر وقفت الانبياء على ساحله حتى تأخذ ايادي الناس ليخوضوه. ادي المعنى، يعني الانبياء خاضوا البحر وعادوا ليأخذوا ايادي الناس، والاولياء خاضوا البحر فلم يعودوا. ففي فرق بين اللي خاض البحر وعاد واللي خاض البحر وغرق في انوار التوحيد وفي انوار المعارف. فهمت ازاي؟ بس ادي هو ده مقصده. لكن التانيين يفهموا بطريقة غلط. ليه؟ لان اتربوا على اساءة الظن بالمسلمين، فاول ما يقرأ لفظ يفهمه مع اساءة الظن، فاول ما يسيء الظن يفهمه غلط يقوم يحكم حكم غلط، لان اتربوا على كده. اتربوا على ان بيعتبروا المسلمين مشركين، المسلمين كهلة، المسلمين مش عارف ايه وكده. اتربى على هذه التربية، ربهم كده ابن تيمية، وبعد كده وصلهم لهذا النضج محمد ابن عبد الوهاب، وبعدين انضجهم اكثر ابن باز، ثم ابن عثيمين، ثم ابن مين بعد كده الله اعلم. او كل شويه يطلع لك ابن جديد، وربنا ينجينا وينجيه. لكن احنا تربينا على حسن الظن بالمسلمين وعلى ان بعض الظن اسم. فهمت ازاي؟ تربينا على كده، المسلمين كده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم على المسلم بانه بيقول لا اله الا محمد رسول الله مسلم خلاص. لكن لا، هم ابتدعوا بدعه جديده، لازم توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الصفات والافعال، وبعدين يطلع لك واحد جديد يقول لك توحيد الحكيمية. حاجات غريبة الشكل. احنا تربينا على ان اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله مسلم ما تقتلوش، خلاص عصم منك ماله ودمه. ويقول سيدنا رسول الله اقتلته بعد ان قالها، اقتلته بعد ان قالها. ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم مبتدعين. إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيجي له واحد يقول اشهد ان محمد رسول الله يعمل له اختبار شفوي توحيد الوهيه وربوبيه وحكيميه وصفات ومش عارف ايه، يقول له اين الله وانا من نور ولا من تراب ولا كلام العجيب اللي عملوه ده علشان يسيئوا الظن بالمسلمين ويحكموا عليهم غلط. فهمت بقى المساله؟ فلازم الاول نحسن الظن بالمسلمين، ولو كان في حد يساء الظن به فهو نفسك، بينك وبين نفسك، علشان تهذب نفسك وتخرج من ظلمات طبعك، والا هتنشغل بعيوب غيرك عن عيوب نفسك. فهمت بقى المساله؟ قيل هذه الكرامات لاحقه بمعجزات الانبياء، فازاي يبقى الاولياء افضل؟ لانه كل من ليس بصادق في الاسلام لا تظهر عليه الكرامه، وكل نبي ظهرت كرامته على واحد من امته فهي معدوده من جمله معجزات. يعني كل كرامه بتحصل لولي اليوم القيامه هي معجزه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل ده كل معجزة لنبي قبل سيدنا محمد هي معجزة لنبينا، لأن كل نبي بعث قبل سيدنا محمد بعث ليبشر به. فكأن كل معجزات الأنبياء السابقة معجزات لنبينا، هي بالنسبة لنبينا إرهاصات وبالنسبة للنبي الذي جاء بها معجزة. وعشان كده قايل إيه في البردة، وكل آي، يعني كل معجزة، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فهمت بقى المسألة؟ حكاية سهلة. يبقى معجزات نبينا لا تنتهي، لأنها كانت موجودة قبل مبعثه وقبل ولادته ومستمرة على يديه، وبعد ما كان صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى تجري الكرامات على يد الأولياء الصالحين من أمته إلى يوم القيامة، فما زالت معجزات نبينا الخارقة للعادة غير القرآن المستمرة ما زالت مستمرة. فكل معجزة لولي، كل كرامة لولي معجزة للنبي، لأن لولا صدق النبي الذي تبعه ما أتت الكرامة على يديه، مش كده برضه؟ فالحكاية سهلة. إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقا لم تظهر على يد من تابعه الكرامة. فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم السلام للإجماع المنعقد على ذلك، لأن العقل يحيد ذلك أصلا. وهذا أبو يزيد البسطامي سئل عن هذه المسألة فقال: مثل ما حصل للأنبياء عليهم السلام، مثل ما حصل للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة
فتلك القطرة مثل مال جميع الأولياء، وما في الظرف مثل مال نبينا صلى الله عليه وسلم. فصل. ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر، أو حصول ماء في زمن عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصا من عدو، أو سماع خطاب من هاتف، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة. دي أنواع يعني كرامات بتحصل، ليس حصرا لها، ولكن بديك بعض الأنواع. كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا. ستنا مريم كانت نبية، كانت صديقة، والصديقية صحيح أعلى من الأولياء لكنها ليست بنبية. يبقى خلاص تحصل، يبقى الكرامات حصلة في القرآن واضحة، وللصحابة حصلت، ولغيرهم حصلت، وما زالت تحدث. واعلم أن كثيرا من المقدورات. طب أنا هقول لك حاجة، الدكتور علي جمعة سنة 81 كان لسه بيدرس دكتوراه أو ماجستير، وأنا كنت أعرفه ساعتها، وكنا نحضر عند السيد عبد الله الصديق الغماري الحسن، فكان الدكتور علي يسأل الشيخ عبد الله بعض الأسئلة في الأصول، كان حجة في الأصول للسيد عبد الله، فكان الشيخ عبد الله يقول له إيه، اصبر يا شيخ علي، بكرة تبقى شيخ كبير. أهي دي كرامة، إحنا ما عرفناش كرامتها إلا بعد فين؟ سنة لما الشيخ علي بقى مفتي مصر، بقى مفتي مصر بعدها بكم سنة؟ أكثر من 25 سنة، والشيخ عبد الله نفسه ميت بقاله 13 سنة. فهمت إزاي؟ يبقى بتحصل اهو، الاولياء موجودين ليوم القيامه. لما قبضوا على السيد عبد الله في قضيه ملفقه ايام عبد الناصر، حكموا عليه بالاعدام، بقى واقف هو في السجن كده والقاضي بيحكم عليه بالاعدام، فقام قال له ايه وهو داخل السور، قال له انت تموت قبلي باذن الله. كويس، الكلام ده كان سنه كام؟ 68. قال له انت تموت قبلي باذن الله. الراجل القاضي ده كان قاضي مسيحي، مات بالسكته القلبيه بعدها باسبوع. والشيخ عبد الله خرجه انور السادات لما خد الحكم وافرج عن المسجونين السياسيين، خرج وفضل عايش لسنه 93. طب منين يعرف الحاجات دي؟ كرامه بتحصل على يد من شاء من الاولياء. فهمت ازاي؟ يعني شفنا احنا الكرامات في ايدين ايه، اولياء كتير شفناهم، ناس صالحين، اولياء محترمين، علماء كبار، وما زالت مستمره ليوم القيامه. الشيخ الحافظ التيجاني كنا بنحضر عليه سنه 76 في الزاويه التيجانيه في المغربيين، نقرا عليه موطأ الامام مالك. الشيخ عبد الله الشيخ محمد الحافظ التجاني كان مريض، وكان يقعدوا يسندوه اثنين كده علشان يعني يمشي، يوقفوه بس، وعشان يمشي يوصل لحد المكان اللي يقعد فيه، يعني ما يقدرش يقوم لوحده، يقام لصلاه الفرض العشاء. دي احنا بقى معاه بقى كل جمعه، يجي صلاه العشاء يقوموه يوقفوه في الصف ومحدش جنبه، الاربع ركعات يقف ويقعد، يسلم يسندوه يقوموه تاني في الفرض بس، في الفرض بس، والسنن يصلوها شفناها بعينينا عدة مرات لحد ما مات. كان كده يجي الفرض قوموني قوموه ويبعدوا عنه، يصلي صلاة كاملة، ركوع وسجود وقيام وكله كامل، يسلم يسندوه يقوموه يشيلوه، عشان كرامات بتحصل للأولياء، عشان ربنا يكمل حاله لحد ما يقول. يعني شفناها بعينينا مع ناس كثيرين وتستمر الى يوم القيامه. فهمت بقى المسائل؟ واعلم ان كثيرا من المقدورات يعلم اليوم قطعا انه لا يجوز ان يظهر كرامه للاولياء، وبضروره او شبه ضروره يعلم ذلك، فمنها حصول انسان لا من ابوين وقلب جماد بهيمه او حيوان او امثال هذا كثير. الكلام ده على فكره مش موافقين عليه كل العلماء، يقول لك لا ده الكرامة ممكن ربنا كمان بالكرامة يقلب إنسان بهيمة وبهيمة شكل تاني بالكرامة، لأنه ممكن عقله، هو ربنا سبحانه وتعالى مش جعلهم قردة تحت الخنازير؟ طب ليه أنت هتقيد الكرامة بكده إنها مستحيلة؟ لا، طالما ممكن عقلي وهو على قدرة الله يبقى خلاص ما تأيدهاش بقى، فالله على كل شيء قدير. أدي المعنى، فهمت بقى؟ الشيخ عبد العزيز الدرين، الشيخ عبد العزيز الدريني معروفة ومكتوبة في بعض كتبه انه جاله ضيف وكانت مراته بره في السوق وكانت طليطة اللسان، ما كانتش ايه، ما كانتش تحترمه وتعلي صوتها عليه، ويقولوا له يا فضيلة الشيخ ما تطلقها ويخلص، قال اخاف ان يتزوج غيري فيفتن، انا ماسكها عن الرجال، بدل ما اطلقها على الرجالة تفتنهم اديني ماسكها، فما كانش عايز يطلقها. ليه؟ لانه يحب لاخيه ما يحب لنفسه،
فهو مش عايز يطلقها، لو واحد غيره ياخدها تكفره ولا يقتلها يروح يفدها. فهو فضل ماسكها. المهم الست مراته دي كانت في السوق وجاله ضيف من تلامذته، جاي له بقى من طنطا ولا جاي له منين، وكان قاعد في الروضه، هو في الروضه هنا اللي كان ليه زاويه في الروضه يعيش فيه. المهم راح ايه عايز يعمل لضيفه حاجه، فراح جاب فرخه عنده وراح ذبحها ونضفها وحطها في الميه تتسلق على ما مراته تبقى تيجي. جت مراته شافت الشيخ ذبح الفرخه، قعدت ايه تشتم تشتم وتعلي صوتها، وازاي وهتخرب البيت وانت بتعمل حاجه من ورا، وهو عايز يسكتها. قام جه على الحله اللي بتغلي قالها هش هش، راح تطلع الفرخه بتنط برشه. مكتوب في كتبه كرامات ليهم، يبقى دي كرامات ليهم بتحصل للاولياء على مر العصور، وقريناها الاولياء كثيرين. مش مستبعد قدره الله، مش مستبعدهاش، ايه المشكله يعني؟ ما ربنا احيا حمار عزير، سيدنا عزير، ما ربنا انام اهل الكهف 300 سنه وتسع، ومش اهل الكهف ومعاهم كلبه كمان، عايز ايه بقى يعني؟ حتى الكلب نفسه بقى معجزه وكرام، يعني حكايه. وحمار عزير، يعني حاجات كتيره وارده في القران تدل على مثل هذه الاشياء، فلا داعي للتقييد ان لابد انها تبقى بصوره معينه، لا، لان كده بتقيد القدره والكرامه متعلقه بالقدره، والله على كل شيء قدير. فهمت بقى المساله؟ فان قيل فما معنى الولي؟ قيل يحتمل امرين، احدهما ان يكون فعيلا مبالغه من الفاعل كالعليم والقدير، يعني عليم معنى عالم، قدير معنى قادر، ولي يعني قائم بالولاية، يعني يوالي الله بالطاعات. يبقى هي ولي هنا فعيل بمعنى فاعل. فهمت بقى المعنى؟ فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل المعصية، ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، يعني ولي بمعنى فعيل بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى مقتول، زي حميد بمعنى محمود. فهمت ازاي؟ يبقى ولي هنا معناه من تولاه الله بالنصر، يعني وقع عليه فعل التولي بالنصر، يعني كأنه يعني ممكن تحتمل انها جاية من اسم الفاعل، وممكن تحتمل انها جاية من اسم المفعول. كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين. فصل. فإن قيل فهل يكون الولي معصوما؟ احنا قلنا ان العصمة ده اصلا لطف من الله تعالى بالنبي، بحيث انه لا يجري عليه في قلبه ولا لسانه ولا على جوارحه المخالفة الشرعية مع وجود كمال الاختيار. دي العصمة كده، يعني النبي مختار مش مجبور، كمال الاختيار موجود، لكن ربنا بلطفه بالنبي لا يجري على لسانه ولا على قلبه ولا على جوارحه إلا كل طاعة وكل حب وكل ما يريده سبحانه وتعالى، أما ما يبغضه من المعاصي أو ما لا يليق فلا يجري على النبي. فهذا الأمر كله سمينا احنا العصمة في الأنبياء. فهمت بقى؟ لكن الأولياء بنسميها حفظ مش عصمة بقى، يبقى محفوظ بس. محفوظ يعني ايه؟ يعني ربنا يحفظه بانه يبعده عن المعاصي، يبعده عن الدنايات، حفظ بس. لكنه من العقل ممكن ان يقع في المعصيه، لكن لو وقع يسارع بالتوبه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى ادي مع يسارعون الى ايه؟ الى التوبه لو وقعوا فيها. لكن غالب الاحوال ربنا بيحفظهم مش بيعصمهم، يحفظهم. فإن قيل فهل يكون الولي معصوما؟ قيل أما وجوبا، يعني وجوب عقلي بعصمة الأولياء كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفه. ولقد قيل للجنيد العارف يزني يا أبا القاسم، فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. هو طبعا مش سكت بيفكر، مش بيفكر، لأن السؤال سخيف، السؤال سخيف، ما يلاقش يقول العارف يزني. إيه يزني في أول في آخر السطر ويحط لي العارف بالله الأول؟ سؤال فيه قلة أدب، فيه إساءة أدب مع العارفين والأولياء، عشان كده سكت.
ويمكن فكر يشتم الراجل ده. وبعدين لو كنت انا كنت شتمت، لكن انا الحمد لله. ليه؟ لان احنا لسه ما كملناش الادب، لكن هو سيدنا الجنيد كامل الادب بقى، ربنا كمل. اما قعد سكت بس كده عشان يبين له ان كده ما يليش، يعني كان سكوته ده بيقول له يا قليل الادب. بس هو ما قالهاش بايه، بلسان المقال، قال بلسان الحال. وبعدين في الاخر قال له وكان امر الله قدرا مقدورا، يعني قدر الله في الاولياء الحفظ للعصمه. افهم، قدر الله في الاولياء الحفظ للعصمه، فالعصمه للانبياء. فهمت بقى المساله؟ فصل. فان قيل فهل يسقط الخوف عن الاولياء؟ قيل اما الغالب اللي هو عرف انهم اولياء يعني يسقط عنه الخوف. قيل اما الغالب على الاكابر فكان الخوف، وذلك الذي قلنا فيما تقدم على جهه الندره غير ممتنع. وهذا السري السقطي يقول لو ان واحدا دخل بستانا فيه اشجار كثيره وعلى كل شجره طير يقول له بلسان فصيح السلام عليك يا ولي الله، فلو لم يخف انه مكر لكان ممكورا. يعني عايز بعد كده علامه تدخل حديقه الازهر هنا تلاقي كل الطيور اللي على الاشجار بتقول لك السلام عليك يا ولي الله. لو انت ركنت لهذا وقلت انا ولي الله يا ارض تقدم عليك، ادي تبقى ممكور بيك. ادي معنى ان الولي باستمرار لا يامن سوء العاقبه، حتى لو عرف انه ولي لا يامن سوء العاقبه، خايف. فهمت بقى المساله؟ هو الوقت عرف انه ولي، طب وانا ايه ضمني بكره هيبقى ايه حالي؟ بعده هيبقى ايه حالي؟ لما ممكن ايه يسبق علي الكتاب، وربنا جعل لك ابليس رمز عبد الله لحد ما بقى طاووس الملائكه وبعدين بقى ايه؟ رجيم. فربنا ينجينا. فصل. فإن قيل هل تجوز رؤية الله سبحانه بالأبصار يوما بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة؟ فالجواب عنه أن الأقوى فيه، الأقوى يعني الدليل الأقوى، أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. ولقد سمعت الإمام أبو بكر بن فورك رضي الله عنه يحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤيا الكبير. الراجع عند أهل السنة والجماعة أن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الدنيا جائزة عقلا غير واقعة إلا لنبينا. سهلة؟ هذا الاعتقاد اللي احنا تعلمناه من مشايخنا واللي وجدنا بعد ذلك أن الحق معه. رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالأبصار جائزة عقلا غير واقعة، يعني لم تقع إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يبقى جائزة عقلا بالإجماع، غير واقعة بالإجماع برضه. فهمت ازاي؟ طب عرفنا منين انها جائزة عقلا في الدنيا؟ سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى نبي أولي العزم من الرسل، ما يعرفش الواجب من المستحيل اللي احنا بنعلمه للتلامذة؟ يعني سيدنا موسى مش هيوصل لعلم التلامذة؟ ده نبي أولي عزم رسول، يعرف الواجب في حق الله والمستحيل في حق الله. فلو كانت رؤية الله في الدنيا مستحيلة عقلا ما طلبها. فهمت ازاي؟ يبقى كل طلبها دليل انها ممكن عقلا، لكن قول الله لن تراني دل انها غير واقعة له، لانه لا يحتملها، لا يحتملها، لكن ربنا خلق نبينا يحتملها، فوقعت له في الاسراء والمعراج على الرجع عند اهل السنة والجماعة وعند جماهير الصوفية. ولكنها واقعة بالإجماع يوم القيامة للمؤمنين ولأهل الجنة، ده بالإجماع بقى ما فيهاش مشكلة، ظواهر القرآن كلها ظاهرة في هذا. فصل. فإن قيل فهل يجوز أن يكون وليا في الحال ثم تتغير عاقبته؟ يعني هل يجوز يبقى النهاردة ولي 10 سنين ولي وبعد كده قبل ما يموت تتغير عاقبته؟ سؤال. قيل الإجابة من جعل من شرط الولاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك. اللي بيعتبر ان شرط الولاية حسن العاقبة حسن الختام ما يجوزش هذا، يقول لك لا يجوز انه يبقى ولي وتسوء عاقبة، لانه عنده شرط الولاية حسن العاقبة. فهم؟ يبقى لا يجوزها عقلا. ومن قال انه في الحال مؤمن على الحقيقة وان جاز ان يتغير حاله بعد لا يبعد ان يكون وليا في الحال صديقا ثم يتغير وهو الذي نختار. هو ده الراجح، انه ممكن يبقى ولي في الحال ثم يسبق عليه الكتاب. المؤمن ما عارف انه مؤمن في الحال، مش كده برضه؟
انت ما حد يسألك انت مؤمن تقول اه انا مؤمن، لكن تقدر تحلف انك انت هتموت على الايمان؟ اذا كان سيدنا يوسف النبي بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، بيتمناها دعاء، فهمت ازاي؟ يبقى انت ممكن توقن في الحال بايمانك ولكن لا توقن في المآل بحسن العاقبة، وده الراجح مش كده برضو؟ والله اعلم. نسأل الله ان يحسن عاقبتنا في الامور كلها. ويجوز ان يكون من جملة كرامات الولي ان يعلم انه مأمون العاقبة وانه لا تتغير، يعني قال لك ان دي تكون بقى امن العاقبة، تكون كرامة لبعض الاولياء ان ربنا يكشف له ان ربنا هيحسن عاقبته وهيموت على الخير، دي بعض الاولياء ربنا يكشفها لهم كده في بعض الاحوال، تبقى دي كرامة ليهم بقى، لكن مش كل الاولياء كده، يعني ممكن تحدث في بعض ايه الاولياء وليس كل الاولياء ان هو يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيختم له بخاتمة السعادة، فهمت ازاي؟ دي ممكن يعرفه، بشارة للنبي مثلا، جاءته رؤية للنبي او شيء من هذا فبشر صلى الله عليه وسلم، زي ما قال لسيدنا الحسين تفطر عندنا يا حسين ام تريد ان ننصرك، عرض عليه في ليلة ما قتل سيدنا الحسين، قال له عايز ننصرك تيجي الملائكة تنصرك، هي دي شغلنا؟ من شوية علم همك ولا تفطر عندنا؟ فقال افطر عندنا، اختار كده فاستشهد، يبقى امن العاقبة هنا هو باخبار النبي لو اختار، زي سيدنا عثمان بن عفان قالوا برضو الرسول في الرؤية وهو محاصر، قال له كده قال له تريد النصر يا عثمان عليهم ام تفطر عندنا؟ قال افطروا عندكم، فقتلوه على غروب الشمس وكان صائما ونزلت قطرة من دمه على المصحف الذي كان يقرأ فيه. يبقى في ناس كده تجيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية تبشر، ما يجراش حاجة، لكن ده مش لكل الاولياء. فتلتحق هذه المسألة بما ذكرنا ان الولي يجوز ان يعلم انه ولي. فصل، فان قيل فهل يزايل الولي خوف المكر؟ يعني لو الولي بقى عرف ايه حسن العاقبة هل يزول عنه خوف مكر الله؟ لا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون. قيل ان كان مصطلما عن شاهده مختطفا عن احساسه بحاله فهو مستهلك عنه فيما استولي عليه، والخوف من صفات الحاضرين به. يبقى علشان تجاوب السؤال ده تشوف الولي اللي عرف انه ولي هل يأمن وانه هو هيحسن عاقبته وربنا هيحسن عاقبته، هل يأمن مكر الله؟ تقول اه. نقسم الاولياء في الحالة دي الى نوعين، ولي في حال فنائه عن نفسه مصطلما يعني في كمال الاندهاش ثانيا عن نفسه بالكلية فليس له وجود اصلا، ليس له ادراك حسي فهو فنى في الله عز وجل، فده اصلا ليس له اختيار بل نشجعه به. لكن الثاني اللي في حال صحوة هو ده الذي لا يأمن مكر الله طالما في حال صحوة، فهمت بقى؟ اخر فصل ونقف عليه. فان قيل فما الغالب على الولي في حال صحوة؟ طالما انت قلت لي ان ده مصطلم وفي حال فناء، طب ما الغالب على الولي في حال صحوه او في اواني صحوه، يعني في حال جمعه في حال بقائه بعد جمعه، لان الولي بيمر بمراحل احنا اتكلمنا عليها كتير، في حال بقائه بعد جمعه يعني بعدما صار مجموعا فلم يشتت فغاب عن كل شيء سوى الله ثم أعاده الله للحس مرة أخرى بس عاد بالله لا بنفسه وصار وليا لله، يبقى اسمه حال صحوه. قيل الغالب عليه في حال صحوه صدقه في أداء حقوقه سبحانه ثم رفقه وشفقته على الخلق في جميع أحواله. خد بالك دي صفات الأولياء عشان تحاول تتحقق بيها لعلك تبقى من الأولياء، صدقه في أداء حقوقه سبحانه ثم رفقه وشفقته على الخلق في جميع أحواله، لانه دول وراث للنبي والنبي كان كده، كان شفيق بالمؤمنين رؤوف الرحيم في كل احواله، ثم انبساط رحمته لكافة الخلق، يبقى رحمته واسعة لانه وارث للرحمة للعالمين، فتلاقي رحمة الولي واسعة للناس كافة يتمنى الخير للناس كلها، ثم دوام تحملي عنهم بجميل الخلق، يعني يتحمل عنهم اذاهم بخلق جميل، يصبر على اذاهم بخلق جميل، يوسع صدره عنده حلم عنده صبر، يعفو عن من ظلمه يصل من قطعه يعطي من حرمه، اللي هي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
وابتدائه لطلب الإحسان من الله عز وجل إليهم من غير التماس منه، تلاقي غالب دعاء الأولياء للناس مش لنفسه، غالب دعاء الأولياء لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اشف أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. طب وبتدعي لنفسك؟ ما بيدعيش، مشغول بإيه؟ بالناس، بدون ما الناس تقول له ادعي لنا. فهمت ازاي؟ يعني مش مستني الناس تقول له ادعي لنا، ده هو اصلا دائم الدعاء للناس من غير ما الناس تلتمس منه الدعاء. ليه؟ لكمال شفقتي على الناس. فهمت؟ وتعليق الهمة بنجاة الخلق، وكل همته ان ربنا ينجي الخلق ايه من شهواتهم، من معاصيهم، من ذنوبهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنه وانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون من يد. يعني كل همة النبي ايه؟ انه يجمع الناس يبعدهم عن النار. كل همة النبي كده، والراس النبي كده بقى في دوام الهمة ان الناس تنجو مما هم فيه، مش قاعد يتشفى من الناس. يستاهل، ده مجرم، انا كنت عايزه كده، يبقى ده غلاوي بقى، ده راجل عنده كله غل، ده قاعد طول النهار عايز يتشفى. النبي كان لا يتشفى، النبي لما جاءه وقت التشفي وابيحت له مكة ساعة من النهار يفعل فيها ما شاء، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. لكن انت عايز تتشفى تبقى مش ولي، عايز تنتقم تبقى مش ولي. الولي لا، الولي سامح، يعفو عن كثير ويصفح، لانه متخلق باخلاق النبوة الذي تخلق فيها باخلاق ربه صلى الله عليه وآله وسلم. وتعليق الهمة بنجاة الخلق وترك الانتقام منهم، حتى لو اذوه وتمكن منهم يعفو، يقول له الله يا عم الله يسامحك. والتوقي عن استشعار حقد عليهم، وباستمرار ما يبقاش في قلبه حاجة للناس، على الناس خالص، حتى اللي اذوه يعتبر ان الاذية دي جاءت من الله حتى يزعجه عن الخلق فلا يركن لهم، فهم يشكر اللي اذاه، يقول له يا سلام جزاك الله خير، لان انت كنت هتأثرني بالمعروف، انت كده لما اذيتني ريحتني، جزاك الله خير، ايدك ابص. ليه؟ لانه لو فعل فيه المعروف يأثره، لكن لما اذاه جعل ايه؟ توكله على الله، فكأنه رده الى الله. يبقى اللي رده لله ده برضه حاجه نعمه كبيره، عشان كده مش زعلان من حد، مش زعلان من حد خالص. اللي جات له الخير من ايد حد يقول له من لم يشكر الناس لا يشكر الله فيشكر الناس، ولو جاله الاذيه من جهه حد فالاذيه الفاعل هو الله، اراد ان يزعجه من الاكوان حتى لا يركن الى الاكوان بل يركن للمكون. يبقى كلها نعم، وعشان كده ما فيش في قلبه حاجه للناس، مستريح. وترك الانتقام منهم والتوقي عن استشعار حقد عليهم مع قصر اليد عن امواله، وباستمرار برضه ما يمدش ايده الا فيما يحل، ما ياخدش اموال غيره بالباطل، ولا ياكل اموال الناس ولا حقوقهم، ايده قصيره عن هذا، ما يمدش ايده ابدا، وقلبه لا يتعلق الا بما رزقه الله. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. وترك الطمع بكل وجه فيهم، مش كده برضه؟ ما يطمعش في أي حاجة. إذا أردت أن يحبك الناس اذهب فيما أيدي الناس، مش كده برضه؟ يحبك الناس. وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم، وطول النهار ما بيذكرش إلا ربه، ما بيفيش على لسانه ذكر للناس، فلان عمل وفلان قال وفلان سوى، ما سمعتش لما قابلته قال لي إيه، الصبح قابلته قال لي كذا، ده بيحكي كذا، ده بيعمل كذا، ده أنا امبارح كنت ماشي شفته عمل. كل كلامه قاعد بيتكلم على إيه؟ مساوئ الناس. لا، الولي مش كده. الولي لسانه في ذكر الله، في طاعة الله. وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم، والتطاول عن شهود مساويهم، وكمان يحاول بقدر الإمكان لا ينظر إلى عورات المسلمين، لا يمد عينيه إلى عورات المسلمين. في ناس متخصصة في إظهار عورات المسلمين من المسلمين، وده حرام. طب ما أنت يا إنسان ربنا خلقك عورة، فيك عورات وأمرك بسترها، انت مش فيك عورة وامرك بسترها؟ ولا عايز تمشي للناس من غير عورة وتقول اصل انا لازم اظهر عورات المجتمع؟ طب امشي بقى يا سيدي من غير ما تستر عورتك عشان تظهر عورات المجتمع، لان انت من المجتمع. ليه بتستر عورات نفسك؟ المسلمون كالجسد الواحد يا جماعة، هذا الجسد فيه اشياء زينة يجب عليك ان تظهرها، وفي اشياء عورة يجب عليك ان تسترها. وعلشان كده لما تنظر في جسد المسلمين وجدت عورات تسترها، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
يبقى واجب على المسلم ان يستر عورات جسد المسلمين ولا يتطلع اليهم كما يستر عورات نفسه. انت نفسك جسد، ربنا خلق المسلمين على نفس هذه الحالة، جسد له عورة تستر وله زينة تظهر. فهمت ازاي؟ فليه انت قاعد بتفتش على عورات المسلمين؟ ربنا هيسلط عليك اللي يفتش على عورتك. والكلام ده للصحفيين وللاعلاميين وللي بيعملوا الافلام اللي هم بيظهروا عورات المسلمين والاخلاق السيئة في المجتمع، يظهروها في بوق عالي مرتفع يراها الناس، حتى ان بعض الناس الذين لا يخطر في بالهم المعصية يشوفوها وهي اصلا لم تحدث امامهم. يبقى ده بيظهر عورات المسلمين. يقول لك انا ليا اهداف اعلامية للمجتمع لاصلاحه، اصلاح المجتمع ليس بنشر السوء والفساد، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. الاولياء لا، مش كده، الاولياء لا ينظرون الى عورات الناس. تصور انت واحد ماشي قدامك وهوى جه شلح جلابيته فبانت عورته، هتعمل ايه؟ هتعلقها له كده عشان الناس تتفرجوا، ولا هتطورها وتجيبها في الجرنال اول يوم في اول صفحة، ولا هتغطي عينك؟ اي ادب تعمله يا مسلم؟ يعني اي ادب عايز تعمله يا مسلم؟ الصحفيين يصوروها ويجيبوها في افلام ويجيبوها في الصحافة وفي اول صفحة ويقولك انا كده بعالج المجتمع.